السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الأخوات الشباب اللي يسمع كيف براي فارس سبحانه وتعالى وأنا من الإخوان ما شاء الله مشان مي غنصطاد هذه بشان إن شاء الله نعيا زني كمر أنت مغارين ما شاء الله مشان نعاود نتريتو الكوع هذه كمر روح إن شاء الله مي غيصطاد لما كان يسيب الشان إن شاء الله اللي طواليت إذ مغارين نعيا زن صاي كمر أنت نتراجع كم يوم أمانة ديال 12 إن شاء الله والحمد لله سواد دائما غنجي بلاطو كلشي يوجد كلشي ناضي ما يقيم الاخوان غيفارج عندك بلاطو المهم كلشي يوجد احنا الجمعيه كزنايا فوسا كوفوس المشرفين ديالها الله يجازيهم بخير وجن الصراحه وجن الشكر زعما قران الاخ المسؤولين لنا هما طرق الكريم الله مسقف كيف نغذي على المكان راه غيعطي الكلمه حتى هو ومعنا الاخ سي احمد العالمي الله يجازيه بخير ولا الاخ رئيس جماعه تيزي وسلي الاخ عمر شلاح جزاه الله عنا خير وكنشكروا المسؤولين ديالنا وقفوا معنا ماديا معنويا ولا في اي حاجه الحمد لله من نهار بدينا وهما واقفين معنا جزاهم الله عنا خير ولا المشاركين ديالنا ولا اكزنا ان غادي يسمع الجماعات بدون استثناء نحبس الجميع وذ الجاليه الصراحه نفرح الزايسن اديني 65 دينيه للجاليه اكيد نغيرين ذي الوجود دي ارض الواقع في بشان ان شاء الله تقريبا 65 دينيه للجاليه وانا حفظ زيز نجم حفظ دام قران ونتيجي المجهود دام قران باش نحاول فاوان نغد الشين كجالية يخسكور عامة تثمر غاد معظمنا ورا الإخوان نغد جالية خارج الوطن ماني متجن أشكور عامة سنة عجيب مانا يا غاد تيري إن شاء الله الرحمن الرحيم ونشير كاج معايا لدوا احتياجات خاصة والسلمة الإخوان نغمين خدمك المرضى وريك الجميع وغنغبور فرق جاء الجماعات يسمع الجماعات ومرحبا الجميع ديك الشا إن شاء الله ما تنساوش تي وشا غاسبعين الصباح فضاء النسيم ديني غرفضة غصب عن الصباح ونتفعاو ذمشان البومبك يا الحاج عادل الله يذكره بخير عاود راديني غنفضى عاود لان جا نطفى فضاء النسيم ركناني البومبا لان غنغيب وزارة تصبر ان شاء الله غير انتوكشن ان شاء الله وانا حبس الجميع ونشكى الجميع المشرفين كوسا كوفوس كم جود تكن كذا نفنين تعباتين عاود ان شاء الله وش بات فاتي مزارة شيشاح وش بات فاتحة باللوق اخ مجيد وشيشا عبد الجال القراري خير الحاج سمير الخواخي سمير العلاوي الاخ موسى ذين ما شاء الله بزاف الاخوان تحدى يسامح ملتقى مزيان شوف حتى لو سيت يخضعني وذانا وذانا ينطمن مخير قاع واحسن احسن مشى نغار ذاني تيني شوف كل شيء مزيان فرصه وذانا مسرقه هذا القيمه هذا هذا يعني ديجا معروف ان اذاني معروف ان نويت معروف ان عبد معروف وان شاء الله كل خير الصراحه جد مهم اللي قايم به المجتمع المدني خاصه جمعيه فوس بفوس اللي كتهتم ذوي الاحتياجات الخاصه تبارك الله عليهم قايمين بواحد الواجب غدا ان شاء الله يكون فرصه فاعلين هنا باش يتلاقاو ويستمعوا ناقشوا مجموعه من المحاور اللي عندها بزاف ديال الاهداف ومنها ما يخص ذوي الاحتياجات الخاصه اللي كاين واحد المجهود كبير والحمد لله حنا المنطقه ديال الطائرة ديال واحد المشروع ديال بناء هذا المقر ديال ذوي الاحتياجات الخاصه في الدائره اللي الان عمليه الاحصاء كاينه بدات في اكنول وكذلك بقينا ان الجمعيه بحكم التجربه ديال هذه 4 سنين راه وصلت تقريبا واحد 64 حاله في الدائره كامله حنا ما بين كزنايا والبلديه كاين 126 حاله اللي عندهم ذوي الاحتياجات الخاصه ف غدا ان شاء الله نحاولوا نحطوا واحد برنامج عمل بعد ما نصمتوا بها الامور وكاين فرصه لتكريم مجموعه من ذوي الاحتياجات الخاصه وان شاء الله لنا عودة مره ثانيه اخويا حميد باش نناقشوا مجموعه من الامور غدا معك من خلال هذا اللقاء التاريخي وكنشكر كذلك اللقاء ديال بني محمد اللي داز اللي كان بناء الجاليه وكاع القبائل اللي اجتمعت تما اللي كان المهرجان ناجح وان شاء الله مازال هناك لا الازهر بشار ولا وقت ناجيه لجمعيه كزنايا فاحنا كمسؤولين يد ممدوده لهم من اجل دفع وايصال كل ما بوسعنا اخراج هذا المشاريع الموجود باذن الله. اشكر الجميع قاضي 9 تديزي مدرم لكن مجموعه الاخوان استعداد الاخوان الجمعيه فوسا كوفوس باش هذه تمشى ان شاء الله يجي اللقاء تواصل ان شاء الله للمنطقه ديال تيزي ودرن شي جوخ ساعات قرا كيسند التواجد واخا الناس اللي كيجي الغروب الشمس رائع للمنطقه ديال تيزي ودرن طلخ مجموعه الدوائر الجنوبيه
ما فيهم بويسلي حموت الزمور اش ايش اللي حنا عاود نطاقنا. وتحيه للاخوان كلشي اللي جبت خماما قراو ان شاء الله الاخوان واخا باسم الاخوان فوسك وفوس اللي جان قريبين بعيدين سواء الخارج او الداخل نتواجدنا كالاخوان باش نخش دفعه جنا فاس جديد باش نشجعن انما ديجا اللقاءات التواصليه للمنطقه الغزنايه. وتحيه للجميع السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اكيد والماجد الشيشه المهم الحمد لله قعدنا مزيان كلشي من نهاره كلشي فرح كلشي نسنيو ولا نجاو نسنيو نسنيو ونشكا كلشي الاخوان الجداد تاني ونتمنى ان شاء الله في وشا الحضان كلشي هذا سن سالاني جنهار سبحان ايوا هذه مشات ديالنا تبغى الاخوان المهاجرين في مختلف يعني دول العالم نتمنى لهم التوفيق ديال النشاط يعني نهار ثلاثه جمعيه الجزائر في مجموعه الفعاليات كل شيء يعني يتعلق بالتنميه ديال المنطقه والشعب التنموي كل شيء تساور ذي الجانبين يعني ذي الزاويه وجهه نظري وتشكل يعني ايضا حتى النقطه يعني تشكل يعني فرصه للقاء جاء مختلف يعني ابناء المنطقه الجزائريه سواء المقيمين ده سواء الجند ديال الخارج نتمنى لهم التوفيق والشكر. جمعيه الجزائريه فرصه قبوس انا كرئيس مجموعه فرصه قبوس والحمد لله هاد المجموعه صايد 3 سنين باش تاسست وعطات الفول ديالها بسبعه جماعات اللي داو احتياجات خاصه والمرضى والحمد لله حنا لدابا حنا مستمرين معاهم اغلبيه اللي داو احتياجات خاصه وكنرحبوا بالجميع. والنقطه اللي غنقول الحمد لله باش شفنا باللائحه عندنا واحد 60% ديال الجاليه اللي راها حاضره معنا هنايا وكنرحبوا بهم بالجاليه ديالنا راهم حاضرين هي حنا هو الاهتمام صراحه خصنا نعطيو الجاليه باش يبقاو يزوروا هاد البلاد الكريمه كما كيرحب بهم سيدنا هذا هو هذه نقطه مهمه الجاليه ديالنا. والحمد لله اليوم رانا لاحظنا بلي الشباب ديال الجاليه ما كانوش كيجيو دابا اليوم حنا كنشوفوا احنا بالريف الجاليه من اي بلاصه خارج الوطن كانوا غير الوالدين ديالنا والجدود ديالنا اللي كانت عندهم واحد الرغبه كيقول لك غناخذ لاندريت اتاسق باش نبني ضيف مواب نهار الحمد لله كانت شيوخنا بوالدينا بجدودنا الشباب نهار الحمد لله عاقلين دغيا مواب نسال بنان ماني ما وبجياك شاو ينتزي مسري غيقارو عن رعاصات باي مشى ضيف مواب نحشم زي سن خسانا كرانس الحمد لله مخير بنا وخسرت مارين 70 مليون بالدولار ولكن دابا نقطه غانغ ان شاء الله الرحمن الرحيم المسؤولين اتينا كيدنا باش عطاو التفاوت لان هذين ضوان عاد كيشعلوا الشمع تشعل الشمع المسؤولين زايزين مثل طارق الهمص بالمستشارين جميع رؤساء الجماعات راه كيديروا المجهود ان شاء الله حماد شجع الشباب دي تعقاب من غير مواهب من غنان يخزن شجع غير غير الومن لان نهار النقطه تبقرات كانت على سوامن امل وغرقشه مش انا بنيت دوار برارت الماء ما كاينش عندنا اربعه دراري ما كيقومش كيتوكشوا انا ساكن بالرباط طرف لي ولادي بالرباط ما كنحاول ما كنجيش هنا حيت الماء ما عندناش دابا المسؤولين الحمد لله راهم معنا هنا الاخ كريم راه دار المجهود والاخوان جميعا هادشي هادشي هذا الاخوان خصنا نشجع نشجع الجاليه لان قدموا في بلا الجاليه قوا يتيشا قوا ناس بواسه الجاليه كتنقص سواطاس والحمد لله نهار كما كنقولوا الشباب راهم كيرجعوا للبلاد وكيبنيو ومستعدين وداروا الغرس وتهلاو في الغرس ديالهم وكنشجعوا التعاونيه ديال التغريس ويتسنايا لي سبعه جماعات الدراري التعاونيه قايندا نشتغل في جوج كازا مقران فمواهب نقعزو يخسر الاخوان الجاليه واسمحوا لي فمواهب نق اتنزو اتقابل انبنى اتسكن شحال من دار ديال رباط ولكن قايدي فراس تهتم تهتم بالبلاد ديالي كيخلوني جدودي والديا خصني نعتز بها لان جدودنا ديري في الجيران الاخوان ونشكر الجميع بارك الله فيكم ومرحبا بالجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متشكرش السي ابراهيم في الكلمه هذه فهم زكور. اذا قبل ان ننتقل لفرقه الصفا سنعطي كلمه اخرى للسيد رئيس المنظمه المغربيه لدعم الحكم الذاتي للصحراء المغربيه فرع تازه بطبيعه الحال السيد احمد العشوشي فليتفضل.
شكرا. السيد السيد المستشار البرلماني، السادة رؤساء وأعضاء جماعة كزناية، السادة ممثلي السلطات المحلية، السيد رئيس جمعية فوس أكفوس، السادة أعضاء الجالية المغربية بالخارج، السادة أبناء منطقة كزناية قاطبة، لكم منا جزيل الشكر والامتنان على الدعوة والتنظيم والحضور لهذا الملتقى بتيزي ودرن عمالة السادة. اسمحوا لي أن نساهم بورقة حول مستجدات قضية الصحراء، مستجدات متواصلة لمقترح الحكم الذاتي. حملت السنوات الأخيرة أخبارا سارة للمغرب بخصوص النزاع الصحراء، إذ غيرت العديد من القوى الدولية الفاعلة مواقفها، بحيث أكدت علنا دعمها للمقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، وذلك بالتزامن مع محاولات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء السيد ستيفان ديمستورا لإحياء المفاوضات المتوقفة بين أطراف النزاع. وفي 30 يوليو 2006 أعلن جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب العرش عن قرار المغرب القاضي بتقديم مبادرة الحكم الذاتي للصحراء في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، باعتباره حل للنزاع الصحراء الغربية المغربية الذي عمر لعقود طويلة، وتوجيه كل جهود المغرب وطاقاته لمسيرة التنمية الشاملة والدفع ببناء الاتحاد المغاربي كخيار لا محيد عنه، بوصفه من صميم الحكمة ومنطق التاريخ وحتمية المستقبل. في 11 أبريل من سنة 2007 سلم السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة السيد مصطفى الساهل بنيويورك للأمين العام الأممي بان كيمون نص المبادرة المغربية، ومنذ ذلك الحين ظل المغرب متمسكا بها باعتبارها الحكم الذاتي الإطار الواحد والوحيد للتفاوض مع جبهة البوليزاريو، وأنه أقصى ما يمكن القول به أو القبول به. ثم أن ما تذهب إليه الحركات الانفصالية من ومن يدعمها ما هي إلا أكاذيب لتضليل الرأي العام الدولي والأممي، وبالتالي لا يمكن القبول به قطعا. لأنه رأي أحادي غير متوافق عليه. ومع توالي السنوات بدأت دول كثيرة تعبر عن دعمها للمقترح، بل وقررت أخرى دعم السيادة المغربية على الصحراء. قيادة بالي الأمة وموحد البلاد وضامن وحدتها واستقرارها جلالة الملك المنصور بالله محمد السادس دام عزه ونصره وحفظه. تعرفنا على الاخوان ديالنا، شنا الاخوان ديالنا، يعني نشوفوا المتطلبات ديال الساكنه ديالنا. الحمد لله كاين هالماء هالضو، يعني اي حاجه خاصه واي حاجه ناقصه غتناقش هنا مع المسؤولين، وغيسمعوا الاخوان ديالهم والشكايات والمعاناه ديالهم وغيعالجوا داك الشيء. هذا هو الهدف ديال الانسان، ماشي كيمشي كيشرب ولا كياكل، كتمشي باش تطرح المعاناه اللي عندنا. كاين شباب هنايا ما عارفينش الحباب ديالهم يعني سنوات، ولكن اليوم الحمد لله هما تعرفوا. لا إله إلا الله، إلى العرش والكرسي أحداد قد بنى، ونوره ما من نوره يتلألأ. الله
وماء الغمام أحبك ربي فصل علي عليك الصلاة وأزكى السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام خلق من راسك راسي سمير خالق يرزقني غير الله عبوسك وحياتك لا اله الا الله لا اله الا الله يا الواحد يا ربي لا اله الا الله جلال إخواني أخواتي من فضلكم أننا نتعاون شوية مع اللجنة التنظيمية الله يحفظكم حاولوا أنكم تضعوا لباتج ديالكم وتجلسوا 10-10 في الطبلة باش كل شيء يتغدى وكل شيء هذه احتفالية حسنا ما بغيناش شي واحد يمشي يتقلق مقلق ولا شي حاجة إذن هذا الطلب الأول الطلب الثاني هذا في الحقيقة نداء ديال مجموعة ديال الإخوان كنقلوا لكم وهو بعض الإخوان اللي تعانوا في صمت ورغم أن هذه احتفالية إلى غير ذلك ولكن يعني من الواجب ديالنا أننا نبلغوا النداء ديالهم وهما العائلات والناس اللي عندهم المرضى ديال السرطان كيتنقلوا بزاف وكيعانوا بزاف في صمت كيتوجهوا بنداء للمجتمع المدني لكل فعاليات يعني إلا كان ممكن يعني تشكل شي حاجة شي جمعية ولا تعنى بهاد الناس هادو باش أنها توفر لهم على الأقل التنقل لأن كيكون عندهم تنقل أسبوعي لفاس مسافة بعيدة وكتعرفوا التكاليف ديال هاد الضحايا ديال هاد المرض هي تكاليف باهظة جدا والكثير منا راه جرب هاد المسائل هادي ونتمنى أن هاد النداء هذا يبلغ وأن جميع الإخوان يفكروا في هاد الفئة هادي إذا الآن قبل أن نمر لتناول وجبات الغذاء بطبيعة الحال سأعطي كلمة لواحد الجمعوي لأعضاء الجمعية ديال فوسا قفوس بغاو يعطيوا له كلمة نظرا للتعاون ديالو إلى غير ذلك وهو الجمعوي السي محمد بودلاح فليتفضل مشكور السلام عليكم
شكرا دكتور ديالنا السيد عزيز بدره. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سون حالياك احمر حالياك ها، ولكن ما احلى يحمر حال اجل العائله اجل الاخوان اجل الاصدقاء. نسم بانه يعني امونيه منتقيه، ماشي من اجل يعني جينا جيتو باش تاكلوا وتشربوا صافي، ولكن المحبه ديال البلاد والتعاون ولقاء المحبه ولقاء ديال الجاليه، يعني واحد الحراره كبيره راه التمسناها من الحضور ديالكم يعني القدوم ديالكم الى هذا الملتقى. ونتمنى يعني كل شيء يكون بخير وعلى خير، بخير وعلى خير، وتعارفوا وهذه المعرفه ان شاء الله يجي لنا كل خير. التدخل ديالي ما غاديش يكون عليكم ثقيل، نترك ان شاء الله الرحمن الرحيم. الاخوان كما تعرفوا البلاد ديالنا بداوا يعني مستثمرين، يعني كيستثمروا فيها في البلاد ديالنا، وما احوج الجميع يعني باش يدخل البلاد ديالو باش يستثمر فيها. البلاد ديالنا باقي فيها جميع المكونات اللي تساعدكم على انها تستثمروا فيها، يعني خص غير البدايه كما كنا شفنا شي مشاريع داروا في البلاد ديالنا، يعني ما كانوش في الاول يعني يقدر يديروا شي واحد، ولكن ما شاء الله يعني الناس وكلات على ربي وغادي في الطريق الصحيح. ونتمنى يعني يدخلوا مسلمين اخرين باش يعني الشباب يلقى فيه الخدام والبلاد ديالنا تكون فيه التنميه وتكون فيه الرواج ويكون فيه الخير. كما قلت شو راس الطريق السريع، يعني مابقاوش يعني تسناو على تقول بلادنا راه ما فيها والو، راه فيها واحد فرص مهمه جدا، خاص غير هذا الجمع هذا تكون واحد المعرفه واحد التشاور واحد لقاءات اللي غادي تجيب نتيجه ان شاء الله. وسمحوا لنا وتبارك الله عليكم كاملين. قبل ما يعني ندير كاين واحد جوائز ديال المشاركين في هذا الملتقى هذه كتخصهم الشركه ديال اسياريف، ثلاثة ديال الجوائز خاصة بالمشاركين. كاين واحد الرقم في كل واحد عنده في الباج ديالو، غندير واحد القرعة واحد شوية يعني غندير واحد القرعة، ونتمنى الحظ يعني لجميع الإخوان اللي حاضرين في الملتقى يفوزوا بهاد ثلاثة ديال الجوائز. وتبارك الله عليكم. شكرا السي محمد بدلاح الجمعوي النشيط بطبيعة الحال. إذا لاحظتكم مناشدة مرة أخرى أن الإخوان يديروا 10-10 باش نبداو الغدا، لأن مازال كاينين الناس برا. الله يحفظكم، ديروا 10-10 في الطاولة. واش من فارق؟ مدرسة أقبال تشتيت. واش هما اللي ربحوا في البطولة؟ ما شاء الله شفت لا كوب لا يمكن ديالكم لا كوب والميدالية. بارك الله عليكم ما شاء الله. ما كان المدرب نسي شك، ما شاء الله ما شاء الله، هذا المدرب ديال هذا الفريق ما شاء الله ديال تشتيت، وراه داو الميداليه وغادي يديو حتى لا كوب ان شاء الله. واحد متبعنا هنا شحال تما 250 وطلع لنا اللايف ال 1000 طلع دابا هو طلع. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله عليكم. شكرا. لا قدي نبقى صور مانيين يفرح، قدي نيسوم دربا قوق تبارك الله الزبيب الدلاح ثمنت كل شيء قدي نيسوم. لا 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 قاش مانيين يفرح يسيد وينقى النقاوه النقاوه والله يزي ما يطن الديني. اكلوا واشربوا هنيئا بما كنت. كمل الدار. والله لا شنا مانيين يدي ندير. قول فقا كوزينا صور غد مانيين كوز. تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم ما شاء الله. اش من فريق هذاك؟ تسيت تبارك الله. ايا ومعنا وليدي سي تغدى. ما شاء الله. اسي مصطفى تغدى ما شاء الله. اصور تزجل. السلام عليكم ورحمه الله. هنا اذا توجد ديال حلايا اك الشبابه وفي ليزيتاسي ثمانية تابع دوين دوين الزناظور تسديد وانت هنا كان هذا هو الكزنايا.
عطيو الكلمة السي الصحفي ديالنا المعروف في قبيلة قزنايا السي نجيب الصداع. شكرا خويا حميد، مرحبا بالمتابعين والمشجعين ديال سي حميد عنده في اللايف ديالو، كنشكروه بزاف على المجهودات اللي قام بها وكاع تبارك الله عليك. وشكرا ليك ولكاع المنظمين ديال الرحلات في المنطقه ديال قزنايا. اليوم كنتواجدوا مع الشباب ديال كره القدم ديال فريق تسديد اللي مثلوا المنطقه في اقليم الناظور واحد البطوله، جاوا هنايا اليوم باش يديروا لهم التكريم في هاد اللمه هذه في هذا الملتقى. تحياتي. شكرا سي نجيب، برافو 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 برافو. امير الحاج السلام عليكم، اش يحفظ ربي، هذا يحفظ ربي قاع وجدت من زندانيتي. الله يحفظكم، شكرا. دعوا دعوا دعوا. هذا صغوه هي وديت الصخافي شعر شعر عز. ها؟ الشرفه كني الشرفه. هذا صغديني يا خفي الدعم وقيمه الوضيق. رفدا ديري قيمه بالدعم. شكرا شكرا شكرا. الله يكبر بكم، الله يجازيكم بخير. تبارك الله عليكم ها انتم. ما شاء الله ما شاء الله، منورين منورين. اه والله الا منورين بالله قزنايا ما شاء الله. اه قوم ها شو 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 سيد الرجال ما شاء الله. سياد الرجال هاك يحفظ ربي. اقدينا اي سوم سير باق وكيقاد. اه ما نيني يفرح والله الا عاطي الريحه. قراح غديني السجق. اي فرح عيش والنقا والله يجمي زي ما يطنط دين. احجر نسلمي كث والله ودي ما صغي كيز. ودي نتم انت؟ اوي. اقاد قيم التمر ما قاد جم ثمن. افار شخص انفار. تبارك الله عليكم. الله يحفظكم ما شاء الله. اييه وتبقى ديما مغربيه. مغربيه. لكن يحفظ ربي. والله الا مليح. سي حميد كيف؟ هاكا توما هاكا. هاكا توما هاكا هاكا هاكا. يا سي حميد. اش يحفظ ربي. الله يكرمك. الله يبارك فيك. امين امين. ان شاء الله. والموت العاديه. الله يحفظكم. منورين ما شاء الله. والله الا منور. بارك الله عمير حاج منوره والله الا اللحيه نيت وزيد كيش بالله اكو جابه كيدا كلشي داش مر نور نور قادوني منور توسيد اللحيه في الشناف قاد ديوني خالد خالد مسافر ان شاء الله ان شاء الله قايد تبعي يا خالد ولا اخوتي ما شاء الله كلشي منور تبارك الله ولا انا ما نغطي حتى شي واحد كنصور كلشي فوالا عمير حاج السلام عليكم اش يحفظ ربي امير حاج بارك الله فيك اش كي نور القاع وين تقيدو انت الله يلا الله الله يجازيك الله يجازيك بخير الله يسعدك الله يسعدك ديالنا مانيش كني ومانيش اش نجيبو هذا مشي راه بار بقى شو تعقير ولا بد خصك تكسر باش هذه يدي دي الله واخا انا كنعرفك كنقول لك منين انت علاش باش تقولها باش يسمعوها هنا رئيس الجمعيه التضامن الاجتماعي ها الله يرحم والديك انا خويا نسولو نقول له منين انت منين انت باش يهضر باش يقولها باش الناس اللي متبعينا يعرفوا واحد ها الزعيم ديالنا الزعيم بعد الشعير القدماء ما شاء الله ناضي 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 بطل انا ننساش بطل العالمي هذا هو البطل العالمي انت كنت كتعيط لي في الواتساب على المباشر فاش في الرحله ديال الكرباء مازال كنت الاخر تقشيه 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 نعاله باقي كتضرب نعاله ما شاء الله كنت كتعيط لي في الواتساب كركدار سي حميد والله الا منور نشكرك اخويا الله يجازيك بخير شكرا انا توما اي تغي يسمين الحليمي سي الحليمي اه تبارك الله عليك اتقل الذكرى ان شاء الله الله يحفظكم بارك الله فيكم والله يجتمع قوم تبارك الله عليه اه وما جايبين اي سم اي سم سجباكم اه فوالا اخوتي تبارك الله عليكم هنا دابا هنا غادي يحطوا الماكله غادي نقطع غادي نقطع بصحتكم وراحتكم باقي قدانهم الزمم الزمم ياك ما شاء الله ما شاء الله والله الا زمم ما شاء الله انا يفرح هيدي يدا انا ينقى قول فغا كوزينه ينقى ما شاء الله اه وجي غير غيدي قماني ما ديني قضيه دي استمن غادي حضر قضيه دي استمن ها؟ استمنت
فهمش؟ يسجمان يسجمان لا ولا دين بوي سجمان لا لا قدين تم ها ولا خوتي دابا ما غاديش نصور الناس كياكلوا يعني التقاليد ديالنا ولا شوفوا شوفوا السربايه ما شاء الله الله يعطيكم الصحه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شوف 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 يتاز الماراثون الماراثون راه كاين طوابل بزاف ما شاء الله شوفوا 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 ما شاء الله ما شاء الله هادو مازال ما وصلهم الطبسي غادي نبروفيتي نصورهم قبل ما يوصل الطبسي ديال ميسو ايسو مسير باقو اودي والله الا منورين ما شاء الله الله يصلح رعويا الني الله يصلح الجميع امين نجي كندي نكورا كني وهذا ودي توضو يسوم ثاني حتى طف هذا النوم وزغن السلام عليكم اشد عقب غاوم اه ما شاء الله ما شاء الله تما غرومة الجوم قاديني يا يسوم هاقد جباقو لا دي اخش هادي اخش روح هادي القضية دي استمن تا خذا ذي خفنوم تبارك الله تبارك الله وعلى اخوتي تبارك الله ما يقارب ألف واحد ألف واحد ما شاء الله تبارك الله الله يلا منورين ما شاء الله تبارك الله عليك تبارك الله عليك الله يحفظكم بالصحة والراحة شوف اخوتي ها الطباسة وصلوا غادي نقطع باش نتغدى شوف شوف سير وما سير 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 ما شاء الله بصحتكم بصحتكم تستاهلوا 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 بالصحة والراحة ما شاء الله الله يحفظك تبارك الله والله لا طيب على حق وطريق والله لا تستاهلوا شوف اخواتي ها يتبصوا ها زيد 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 باقي شي واحد صافي انا مول العرس انا دابا نجي دابا نجي اخوتي 60 طبسي 60 طبسي هي تفرقات وباقيه 200 على برا ما شاء الله بصحتكم فوالا خوتي هنا يمكن غادي نودعكم بلاتي نعاود لكم لايف اخر باش ما نحرش الناس نخليهم ياكلوا على خاطرهم واش بان لكم نخلي الناس ياكلوا على خاطرهم السلام عليكم وتما الله يحفظك شوفوا شوفوا ما شاء الله شوف بلاتي ناكل انا ناكل معاكم انا ناكل معاكم شكرا شكرا فوالا خوتي هانتوما دابا نخليهم ترانكين ما نحرش الناس كياكلوا خليهم ياكلوا ترانكي تبارك الله ولو هذا لايف هانتوما الماء الماء تبارك الله بارد جاي من الثلاجة لا حكيم هادو بداو اللوالة سي حكيم وطحنت قشاط حكيم الله يرضى عليك الله يرضى عليك شكرا ولا خوتي غادي نخليهم ياكلوا على خاطرهم ما نقربش عندهم ما شاء الله انا غادي نقلب الصوره لهي هوب ها غادي نقطع اللايف اخوتي غادي ناكل وهذا ونتوضا نصلي الصلاه ديالي وغادي نعاود لكم شي لايف ان شاء الله وكنشكركم بزاف ولا انتم دابا راه كاين 450 ما تجينيش نقطع على 450 حشومه شتو جبال جبال كزنايا او جبال الريف ما شاء الله انا وحكيم راه حنا طلعنا بلاتي غادي نصور لكم اصحاب تيغ دو شاس يعني ما عرفتش كي كيعيطوا لهم اللي كيضربوا دوك الاقراص بالقرطاس هذا مشدود محمد توب ما شاء الله عليك تبارك الله عليكم
والله لا سمير يعني وعنده العرس جعل. العرس العرس تبارك الله عليك والله هذا الصديق ديالي ما شاء الله الله اكوافور جينيرال ما شاء الله الله يحفظنا حميد وخليه لينا ديما ديما الله يحفظكم غادينا 400 عزيز وغالي السي حميد 450 يتباع عند على المباشر كنسلم على الجميع وكنشكر المشاهده ديالهم كيشوفوا فينا ويشجعونا تبارك الله بارك الله فيكم والله الا راكم دايرين واحد الحاجه خطيره هنا هذا الفورغو عامر بالثلج يعني هنا قصور غمان هنا يوما صور غشمان هنا يعني باش فرعوني انا باش جابوا لي الثمن بهذا الشيء اخوتي هذا الشيء راه حتى واحد ما يفكر فيها شوف اخوتي المشروبات شوفوا الثلج ما شاء الله شوف ها انتم كان عامر بالثلج دابا انتم راه كيدوب سي نورمال راه الحراره والله عطيهم الصحه الله عطيهم الصحه ود الله ها هو ما يقطعوا مازال ما كان غير عطيش درتي البوادر هذا النهار بهذا التقطاع ديالك تبارك هكا الشباك ما شاء الله الله ينورك بالصحه بالصحه وتمنى بالصحه 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 ها لا صورت لداخل وا صورت وا باش ما نحرجش تما العيالات ما خصنيش نصورهم وي لا غير هذاك لا صورت داك الشيء كامل صور لا صورت داك الشيء كامل شكرا صافي الله يستر ولكن رخا الشيك عطيتيني هذا كامل ماشي صغير غنشد فين هي؟ ايوا شي قنوجيك مزيان بخير الصحة وتما والله إلا بخير الله يعطيك الصحة ما شاء الله مناضلة الله يعطيك الصحة الله يحفظك وتما قروس عمار وسجد جمال عمار وسجد انتم اخوتي جا وقت العسل دابا غادي نصور العسل ها هما كي شوفوا الطباسة ديال الفلاح لها تبارك الله السي بارودي تبارك الله الله يحفظك هما ماشي يحفظ ربي هما الله يحفظك ميسنا بقى ثاني لا مسح حاج مصطفى والبركه في راسكم شكون الزريق شو وقيله واش الزريق شو فازيش محمد الله يرحمه ويوسع عليه الله يسعدك عمر والله الا ملاح مبروك اللقاء الله يحفظك عمر مبروك خانق يقع سعيد المهندس الاخوان الله يجازيك بخير الاخوان المنطقه باش ندرس النقطه في الجانب اولويات المنطقه مليح الله يجازيك بخير بطل السعيد سي حكيم تبارك الله عليك يديك الحكيم ولا؟ مزيان سير راه هذا هي تبارك الله عليك الله يحفظك هما شكرا هما وانا اخوتي انا تشوفوا بصحتكم اكون عزيز في بلاصتي او ثمنتني هما عاي انزا ثمنتني ما شاء الله ها العسل اخوتي ها شوف مذهبة ما شاء الله والله الا مذهبة بالله شوفوا سواء كشكروا توا ما شاء الله عليكم ما شاء الله ولكن الله يلاه يوم بعد يوم بعد يوم بعد ثمن واردوز تبارك الله هذا اخوتي هنا يمكن غادي نودعكم باش باش نتغدى وكما قلت لكم نصلي ونرتاح شويه وندير التليفون في البروده يتبرد شويه انا ما سخيتش بكم حكيم غسلت يدك هاك القرعه ديالك تشرب هاك واش دام تشرب فوالا انتم اخوتي هاد الجبال هنا الدرك الملكي اللي كنوجدوا لي نوجهوا لهم التحيه كبيره لان ما شكون اللي كينظم هذا الشيء هو الدرك الملكي والقوات المساعده وكاين القوات كيسميتها الوقايه المدنيه عاوتاني الا وقعت شي حاجه ولا كيكونوا واجدين ما شاء الله ناتهم وهنا كاين العيالات هذا خاص العيالات اللي ما كيدخلوش ليه مع الرجال والا اخوتي هنا غادي نودعكم والله ما سخيت بكم وسمحوا لي ما كنجاوبش في لي كومونتير
استسمح انا غادي ندير لكم واحد التحيه ومن بعد غادي نقطع ان شاء الله. الشمس دابا هنا على برا الشمس، وانا غادي نمشي لهيه فوق الميل الساق وغادي ندير لكم واحد التحيه ونمشي ندبر على راسي ناكل واحد الطريف واخا ناكل غير العسل. من بعد ان شاء الله نعاود لكم لايف اخر ان شاء الله بحول الله. ها رجع حكيم قال لك انت كاع ما كليتيش. حكيم كيفكر في بابا مسكين. اي اللي ما مقصف. ها ولا خوتي شوف هنا غادي نودعكم، انا ما سخيت بكم، انا دابا فوق الميلصه الشرف، وحكيمه هو معايا راه تغدى الصهد. انا تمشيت بزاف من الصباح وانا خباط. هذا السي حفيد الحنشاوي طريق شملال، مشدود محمد الثامن ابيض، شكرا. احمد بلوط بغيتو شي واحد يطلع معانا يقول الكلمه قبل ما نقطع هاد اللايف مرحبا به. اللي بغى يطلع معايا اللي بغى يطلع معانا يقول شي كلمه قبل ما نقطع هاد اللايف مرحبا به، الف مرحبا. طارق شملال بالصحة والراحة السي حميد القنوجي البطل. ولا شي واحد بغى يطلع معانا؟ هذا كريم كعواس مرحبا. من بعد غادي نقطع اخوتي، غادي نقطع هاد اللايف نمشي نغري. والله العظيم تحرقت بالمشيه وذني طابت، راه طلعنا انا وحكيم حتى القمه ديال الازرق شر ومن بعد ودنا. انا صيفط لك السي احمد كعواس. السلام عليكم السي حميد. وعليكم السلام ومرحبا بك بلادك. كلشي مليح يدير بخير صحه لاباس. الله يسعدك اخويا شكرا. المهم قاشنو ولا انا بزاف شكرا بزاف ما نتقدا كذا انا قاشنو خويا يجي قال غاكيش زين. الله يجازيك بخير هما. المهم سلام على الجميع سكوشي الاخواني جندين. السلام عليكم الجميع شكرا لك. الله يحفظك هما شكرا جزيلا. اتمنى ولد مالي تجي دروخاشك مالي. هذه هولندا. هولندا. ويدي الشي حر راح من قبيله كزنا حتى لهولندا وطيح ان شاء الله. ان شاء الله تبارك الله عليك السي حميد شكرا لك. الله يحفظك هما شكرا. السلام عليكم. مع السلامه شكرا. ما شاء الله الناس هولندا. شي واحد كان باغي يطلع معنا شكون هذا؟ يلا خوتي اللي بغى يطلع معنا نطلعوه قبل ما نختم هذا اللايف. هذا أمد الله الصبور أحمد بلوط حفظكم الله قال لك شيء ولا أروع. شكرا جزيلا لكم. ولا خوتي كما كتشاهدوا هنا تبارك الله كاينه في هاد لاصال استسمح عن الصوره كاين ما يقارب 600 واحد راه كتاكل هنا، وكاينه 200 كيتيروا كيديروا تيغدو شاص راه كيضربوا القرطاس لتحت حتى ياكلوا هادو ومن بعد يجيو هما. راهم الناس ديال القرطاس راه كاينه 200 مع الجمهور وهذا كاين 200 بيغسون كاينه لتحت راه كيضربوا القرطاس دوك الاقراص كيديروا المسابقه فاش غادي يساليو الماكله هادو غادي يجيو ان شاء الله ياكلوا هما، وانا غادي ناكل تانا بلاتي شويه. يلا اللي بغى يطلع معنا مرحبا به، وكنشكركم اللايف تبارك الله طلع حتى ل 500 وزياده ودابا راه في 425 ما شاء الله. فوالا خوتي شوفوا تبارك الله ما شاء الله. كلشي النظام كلشي منظم وتبارك الله كلشي زوين كلشي ناضي ودبانه ما كدور هنا. انا دخلت لاكويزين كاين 60 طبسي ديال اللحم والبرقوق والدلاح والبطيخ وهذا، والله دبانه وحده ما دارت تما بالله. علاش؟ النقاوه ومغطيين التباصل كيغطيوهم. قال لك فيا دوع ادم بن رايس. هذا عبد الله الغازي بغيت نشري 5 لتر من العسل مرحبا بك اخويا.
مرحبا بك اشي العسل، انا موجود محمد قرسيف. انا ندير لك اكسبت اخويا محمد قرسيف، انا صيفط لك لانفيتاسيون، دير اكسبتي ومرحبا بك. انا كنوعدكم بلاتي شويه غادي نعاود لكم لايف اخر ان شاء الله. سي ادم بن رايس، سعيد الشاب، حميد حيبان خويا قال لك توكل 200 بزاف، هنا كاينه 600 60 طبسي، راه كاين 60 طبله وكل طبله راه حسبتها لكم فيها 10 ديال الناس، يعني 600 واحد راه هنا و200 وحده مع السربايا ودوك لي كويزينيير وهذا والناس اللي كيديروا القنص، مسابقه داكشي ديال القنص، هذوك مازال ما تغداوش، كاينه 200 بيرسون. سي دريس التجار، حسن فرقوقي، بو طاهر اليعقوبي، عزيز اغطاس، ما شاء الله ما شاء الله، مشدود محمد التام الابيض، ما كرهناش تكون معنا. الله يطلع عاوتاني اخوتي، طلع ل 483، والله ما سخيت بكم، ما سخيت بكم اخوتي والله. هذا محسن بوتيزانت، تحية واحتراماتي لك. سعيد مرنيسي، شكرا. بوطاهر اليعقوبي، شكرا لك. مشدود محمد التام الابيض، للاسف كاين شي عطل. سي محمد مفبركن، تبارك الله، كنت عرفت تكون جيت انا في مكناس. صفحه اقليم شفشاون، مرحبا بك، شكرا. صحارة عادل، عبد الحليم قدوري قال لك كاينه 500، دابا راه في 521، 521 ما شاء الله. ما يقارب كلش 1000 تبارك الله، هنا في هذا القيطون كاينه 600 تبارك الله. حكيم والله العظيم فيقته مع الفجر، حكيم راه فيقته مع الفجر ومسكين ما نعس حتى دقيقة، وراه صابر، وكنقول له إلا بغيتي تكون بطل تولي بطل خصك تصبر، هو صابر مسكين وباغي يمشي يلعب مع ولد عمو هذا، ولكن صابر في وجهي وفي وجهكم أنتوما، قال لي معليش بابا كدير البليزير المتتبعين ديالك أنا نصبر. واش البز يقول هادشي؟ ما شاء الله عليه سي حكيم، دير لي واحد البوسه حكيم، بوس باباك، يلا الله يرضى عليك، عشتو البوسه ديال حكيم ما احلى. طرب الغرناطي، لا ماني داك الشغدا العشاء الزوج خدا ديال الزنوضي محمود يا حبيبي لا
جمعية إكسنايا فوسا قفوس، أنا كرئيس مجموعة فوسا قفوس، والحمد لله هاد المجموعة صايد 3 سنين باش تأسات وعطات الكول ديالها بسبعة جماعات اللي داو احتياجات خاصة والمرضى، والحمد لله حنا دابا حنا مستمرين معاهم أغلبية اللي داو احتياجات خاصة، وكنرحبوا بالجميع. والنقطة اللي غنقول الحمد لله باش شفنا باللائحة عندنا واحد 60% ديال الجالية اللي راها حاضرة معنا هنايا، وكنرحبوا بهم بالجالية ديالنا راهم حاضرين، هي حنا هو الاهتمام صراحة خصنا نعطيو للجالية باش يبقاو يزوروا هاد البلاد الكريمة كما كيرحب بهم سيدنا. هذا هو هذه نقطة مهمة للجالية ديالنا، والحمد لله اليوم رانا لاحظنا بلي الشباب ديال الجالية ما كانوش كيجيو، دابا اليوم حنا كنشوفوا احنا بالريف الجالية من أي بلاصة خارج الوطن كانوا غير الوالدين ديالنا والجدود ديالنا اللي كانت عندهم واحد الرغبة كيقول لك غناخذ لاندريت اتاسق باش نبني ريف مواب. نهار الحمد لله كانت شيوخنا بوالدينا بجدودنا بشبابنا، نهار الحمد لله عقلين دغا مواب نسال بنان ماني ما وبجزاك شوقي تيزي مسريقي قارو عن رعاصات بأي مشاد ريف موابنا نحش الزايسن. خسرنا كرانس الحمد لله مخير بنا وخسر 78 مليون في الدوار، ولكن دابا نقطة غانغ ان شاء الله الرحمن الرحيم المسؤولين اتينا كيدنا باش عطاو التفاوت، لان هذي نضوان عاد كيشعلوا الشمع تشعل الشمع. المسؤولين زايزين مثل قارن الهمس بالمستشارين جميع رؤساء الجماعات راه كيديروا المجهود ان شاء الله. حماد شجاع الشباب دي تعقاب الغاف مواف النغ بنان يخزن شجاع غار غير الوامن، لان نهار النقطة تبقرات كانت على سوامن امل وغرقشة نش انا بنيت دوار برارت الماء ما كاينش، عندنا اربعة دراري ما كيدوا باش كيدوكشوا، انا ساكن بالرباط طرف لي ولادي بالرباط ما كنحاول ما كنجيش هنا حيت الماء ما عندناش. دابا المسؤولين الحمد لله راهم معنا هنا الاخ كريم راه دار المجهود والاخوان جميعا هادشي هذا الاخوان خصنا نشجع نشجع الجاليه، لان قدم معافى بلا الجاليه قوى التيشا اقوى ناس بواسا الجاليه قاف القس سواطاس. والحمد لله نهار كما كنقولوا الشباب راهم كيرجعوا للبلاد وكيبنيو ومستعدين وداروا الغرس ودلوا في الغرس ديالهم، وكنشجعوا التعاونيه ديال التغريس ويتفنايا لي سبعه الجماعات الدراري التعاونيه قايده نشكرها في جوج كاظم قران فمواطن قاعد الزور يكسر الاخوان الجاليه وسمحوا لي مواطن اتنزو اتقابل انبنى اي سكان شحال من الدار ديال الرباط، ولكن قايدي فراس تهتم تهتم بالبلاد ديالي في خلوني جدودي والديا خصني نعتز بها لان جدودنا ديري في الشارع الاخوان. ونشكر الجميع بارك الله فيكم ومرحبا الجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متشكرش السي ابراهيم في الكلمه هذه في غنذكر. اذا قبل ان ننتقل لفرقه الصفا سنعطي كلمه اخرى هذه المناسبه السعيده في حفلنا هذا لاتقدم اصاله عن نفسي وبالنيابه عن اخواني في المجلس الاداري لجمعيه فوسا قفوس وجميع منخرطيها والمتعاطفين معها، وبخالص التقدير والاحترام والترحيب بكل من ساهم وعمل على انجاح هذا اللقاء الذي لولاكم لما تم. ونختص بالذكر السيد رئيس دائره اكنون، السيد الباشا لدائره اكنون، الساده رؤساء الملحقات الاداريه لدائره اكنون، السادة المستشارين والبرلمانيين، السادة رؤساء وأعضاء مراكز الدرك الملكي، السادة رؤساء وأعوان القوات المساعدة، السادة رؤساء وأعوان إدارة المياه والغابة، السادة رؤساء وأعوان الوقاية المدنية، كما بالترحيب
ونتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان لجميع الحضور الكريم بدون استثناء. لا شك أن العمل الجمعوي ببلادنا لعب أدوارا هامة في النهوض بعدة مجالات من خلال تنظيم المجتمع المدني في إطار جمعيات هدفها تعزيز القيم الإنسانية النبيلة التي تتجسد أصلا في قيمنا وعاداتنا جميعا، والتي تعتبر الركيزة الأساسية للوحدة وتمسك المجتمع، مثل العطاء والتطوع والتعاون والتآزر والتماسك الاجتماعي والمشاركة في جل أنشطة المجتمع، والتعارف عن قضايا المجتمع عن قرب، والمساهمة بالمشاركة الفعالية في حلها. فليس أجمل من أن نتجه بعطاءاتنا وتطوعنا لخدمة الإنسانية والوطن، وأن تكون نابعة من احتجاجات المجتمع وتطلعاته وتحاكي واقعه وأمانه. وللعلم فإن هذه ما جاء في إحدى خطابات صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده، بأن الجمعية تعتبر مدرسة نموذجية للديمقراطية والتضامن في خدمة المجتمع والصالح العام وعناية جلالته بالأشخاص في وضعية إعاقة بتوجيهاته السامية الداعية لصيانة حقوق هذه الفئة وإدماجها الاجتماعي والمهني هذا ما قررته جمعية فوس قفوس العمل عليه بكل تفان عبر القيام بالتنظيم والإشراف عن رحلة تيزي وذرن ليومه 3 أغسطس 2024. ومن حسن الصدف والاختيار لهذا التاريخ أن تزامن مع اختيار هذا بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة الذي يصادف الذكرى 25 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه الميامين. وبذلك فإننا في جمعية فوس قفوس نؤكد ونحرص على تقديم الولاء لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. أيها الحضور الكريم، لقد تأسست جمعية فوس قفوس مدة فترة وجيزة واضحة بين أعيننا. هدفنا ساميا باقتحام ميدان ذوي الاحتياجات الخاصة المسكوت عنها نسبيا في منطقتنا، وذلك بالعمل على التحسيس والتوعية لوضع الشخص المعاق. وسوف تسعى الجمعية بكل الوسائل المتاحة الممكنة للنهوض بهذه الفئة من المجتمع ومحاولة إدماجهم في الحياة العامة، وذلك بالتوعية والتحسيس بأحقيتهم كغيرهم من الأسوياء في الحق في التعليم والصحة والعمل والسكن والإدماج في المجتمع. كما تتواخى الجمعية من ورائها هذه الرحلة المباركة مزيدا من التعاون والتواصل مع الجمهور العظيم وكافة المؤسسات سواء العمومية أو الخاصة، ونرجو أن يكون لقاؤنا هذا حلقة وصل بين كافة الفعالية العالم العاملة في المجال الجمعوي المدني العمل التطوعي ومدى أهمية الوعي بذوي الاحتياجات الخاصة، وكل هذا من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن ظن الجميع لخدمة المجتمع وإعاناتنا على تحمل الأمانة والمسؤولية، وأن يوفقنا الله لكل خير لما فيه خدمة الوطن والمواطن والأشخاص في وضعية إعاقة، وأن يتحقق أملنا وأن يحفظ الله بلادنا وملكنا الهمام محمد السادس نصره الله، إنه سميع مجيب
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم سمير خلاخي رئيس جمعية فوس وفوس لذوي الاحتياجات الخاصة. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. نشكر كل من جاء للحضور في هذا الاحتفاء سواء من داخل المغرب أو من جاليتنا المقيمة بالخارج. إذن دون أن أطيل عليكم سنفتح هذا اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم، وسيقدمها المقرئ محمد سمير من الجالية المغربية المقيمة بهولندا. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.
ساعة من ساعات الله صلوا فيها أقوم قوت امدحوا لله هذه ساعة من ساعات الحيدة حشمة حيدة حشمة يا رسول قبل قوم قوت امدحوا لله يا العاشقين يا رسول الله هذه ساعة والصاير المكة والمدينة قولوا الحبيب الله يشفع فينا الصاير المكة والمدينة قولوا الحبيب الله يشفع فينا أقوم قبوت أهل الله عاشقين هذه ساعة من ساعات الله زير المكة وجبل عرافة وقفوا معنا يا المصطفى صاير المكة وجبل عرافة يا رسول الله يا مصطفى قوموا قوموا وتمدحوا لله يا العاشقين يا رسول الله هذه ساعة الله صلوا فيها يا رسول الله مولانا نسقوا رضات وعلى باب واقفين فيها
تزحت عنده واحد الالتزام مع الخمسه ان شاء الله اليوم عليه وصل الله على خير وبخير ما تخيناش بكم الى اللعب الجاي ان شاء الله باذن الله ديروا واحد الفسحه ان شاء الله ايوا انتم هذاك الساعه كملوا الحفل ديالكم ان شاء الله باذن الله والله ما تخينا بكم ولكن الساعه سلعه والله مرحبا والله العظيم الله يبدو بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا تحيا خويا الحسن حسن ولا نكرة عبد اللطيف يا واجب لا طاقة لنا حفظكم الله وراكم فاعفو عنا طب قد بصك السي حسن صراحة أنا قلبت عليك ما قلت قلبت عليك ما قلت السي حسن سي نجيم تحياتي أنت مولانا فانصر مرحبا بسلام ونسلم على سي ابراهيم فارس وعلى الاخوان جميعا ان شاء الله بحول الله سي حسن مرحبا بسلام من المساندين والمشرفين والصاهرين على هذا اللقاء ايوا ما كتبش تحضر اخي حسن عقبال ساعه اخرى ان شاء الله اللهم يا رب آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أنت نعم المولى ونعم النصير برحمتك يا أرحم الراحمين رب العالمين الحضور جميعا بدون استثناء اللهم يا رب أنزعينا في هذه الساعات من خيرك وبركاتك كما أنزلت على أوليائك وخصصت بي أحباءك وأثقنا برضع فيك وحلاوة مغفرتك شرع علينا رحمتك التي وسعت كل شيء رزقنا منك محبة وقبولة وتوبة نصوحة وإجابة ومغفرة وعافية تعم الحاضرين والغائبين والأحياء والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين
ببركة اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا أخي. وقت يعني كنت مستعجل شي شويه لان كان عندنا هنا واحد الفريق ديال الاذاعه وقال لك شي طوموبيل كاشكاي سد عليهم بغاو يمشيو. اللي عنده كاشكاي يمكن ديال اوروبا الله يحفظكم يشوف باش الاخر. وبهذه المناسبه بطبيعه صافي شكرا. يعني كنجدد الشكر لجمعيه اهل السفر للسماع والمديح التي قد قدمت من تازا. وبطبيعه الحال كيقدم لكم لي كارت فيزيت اللي بغى يتواصل معاه الا بغى يديروا لهاد الفرقه شي دعوه ولا لا. في الحقيقه كتشوفوا الامداح اللي قدموها والجمهور الحمد لله تفاعل معها بشكل ايجابي. اذا بالنسبه للفقرات ديالنا سوف تستمر بطبيعه الحال. وهنا بغيت نشكر الاعلام اللي حضر معنا هنايا كما قلت بانه الاذاعه الامازيغيه، ثم كذلك كنشوفوا فريق زنايا ميديا ومجموعه من المناظر اللي حضرات معنا كنجدوا لهم الشكر. الان غادي ننتقلوا لواحد المسابقه اللي قال لكم قبيله السي محمد بودلاح. كتعرفوا بودلاح جمعاوي ومقاول ايضا، عنده واحد الشركه اللي كتشوفوها جاكسي وكيقدم ثلاثه ديال الجوائز. وهذه الجوائز هادو غادي نسحبوا الارقام اللي كاينين في لي بادج. وهذا السحب بطبيعه الحال غيكون بطريقه عفويه وممكن اي واحد من الجمهور ينوض باش يسحب، ولكن كتعرفوا بان كاين بعض الاخوان اللي نسحبوا، وبالتالي الا سحبنا شي رقم وغادي نحسبوا حتى ل 10 وما ناتش مولاه غادي نعاودوا نسحبوا مره اخرى باش نطيحوا في شي واحد اللي كاين في الخط. اذا غادي يشرفوا السي محمد بودلاح وحسن الحاج غادي يشرفوا على هذه العمليه. إذا واش كتشوفوا ينوض شي واحد يسحب؟ الولد الصغير ولا غادي يسحب؟ الولد الصغير يلاه تفضل. الولد الصغير ها هو ولد سي حميد. راه تما راه تما راه تما. أربعة النمرة أربعة. رقم أربعة اللي عنده في البادج ديالو رقم أربعة. ما كايناش واحد جوج ثلاثة أربعة. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. كان رقم أربعة ما كاينش. النمرة 24 24 الشريط هاني في مجال عبد الطيف اي ناو حنين 24 تفضل سي عبد الطيف. لا ما عندوش حق هو كومسيونير هذاك. لا ما عندوش حق. اذا السي عبد اللطيف بقيت تفضل. كناديو على سمير الخواخي رئيس الجمعيه باش يسلم له الجائزه ديالو فليتفضل. الله يتهلا شويه يدرو تواراني الشبيطه. اي باش غادي يتهلا غادي يشحب الشبيطه. لا يدرو تواراني. وين عطاش بدا موسى الفائزين صابوني وين الان نمر للسحب الموالي. خمسمية وتسعين فائز الثاني. 590 إذن خباش عبد الرزاق سي خباش عبد العزيز الرقم 590.
فليتفضل موسى العلاوي عضو جمعيه فوسا قفوس ليسلم له الجائزه. سي حسن الزكريزي كاس الملك ابراهيم فارس. عصيبي حسن الزكريزي. الله يحفظكم. الصوت السيد حسن الزكريتي. الله يحفظكم. قد سرد غاسه السي حسن. الله يجازيك. ما يذكرش هذا. الله بالصحة. مسكين يخدم غاسه. الله يجازيك. سي الباجي تغير ما تذكر الباجي نصر. موسى العلاوي ايضا هو واحد احد الجنود الخفاء ديال جمعيه فوسك وفوس. واللي كيقوم بواحد الدور كبير في هذه الجمعيه وكنوجه له الشكر بطبيعه الحال. الان نمر للسحب الموالي. ان شاء الله. هاي جات حسن. اخواننا بارك الله فيكم. 335 حسن سكريتي ونشرها يوم ما كاين واحد الحظاظ ولكن سمعك عامل. 335 صافي صافي تالا. غنغوش بيع. عبابو ايوب. صاحب الجائزة رقم 3 ويسلم له الجائزة لعلاوي سمير عضو جمعية فوسا قفوس. حضور السلسة. حسن. 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 نش ابراهيم فارس مناظر بمعنى الكلمة. الناس على الكلمة. ياس الله يجازيك. أسي حسن بقى يتصرغ. هذه الكلام هذه الكلمة غير الناس حسن. سي ابراهيم الله يعمر هذا اخويا حسن نسيت شويه الطياده نتيني اللي فواه من تجيب الكاميرا للجهه حتى يتبان شويه نوينها هكا السي حسن عاد تلقى السي ابراهيم سلام يعاز اخويا حسن جيب اخي انا طرحت انا الطوموبيل السي حسن نمر لتسليم شهاده تقديريه لرئيس جمعيه فوسا قفوس شهادة تذكارية بطبيعة الحال وكنعيط على السي عبد القادر الشجار باش نروح له هذه الشهادة التذكارية وهذه التذكارة. الله يحفظك والصحة الله يكثر مثاله الرجل الطيب. الله يحفظك السي حسن الزكريتي صراحة بلاصتك بقات هذه المرة كان واحد اللقاء رائع صراحة تلاقينا في تيزي وسلم تما زدنا لا زروق الشهر ومن هبطنا لهنايا يعني ضرب عصف ثلاث عصافير بحجارة واحدة. إيوا نتمناو إن شاء الله المستقبل كل بلاصة يكون عندها لقاء يكون عندها نهار خاص. مبروك عليك يا حاج مبروك عليك. إذا في انتظار التحاق الأخت فاطمة الزهير البطل غاش يحفظ ربي البطل تحية عالية خويا البطل بطل التحديات راه كيشرد سي حامد راه اختصاصي في التصوير يعني فنان ما شاء الله عليه راه حفظك الله وراه قد سي حميد فاطمة الزهير نحييك ونحيي سي حميد سي إبراهيم فارس وسي محمد بودلاه شركة جاكسيب كنحيي جميع الحاضرين حياكم الله جميعا. عائلة الجيران. الله السلام حبيب الله مواليدين. إذن التذكار الموالي إذن التحقت الأخت فاطمة الزهراء أشحشاح يسلم لها التذكار سي محمد بودلا. أخت فاطمة أشحشاح تستحق الهدية عن جدارة واستحقاق نشكر جميع المجهودات Thank you.
الساهلية لالا فاطمة. للإشارة فإن هذه الجوائز التقديرية بطبيعة الحال راه ماشي بصحتك فاطمة تكلف بها من الأخ إبراهيم فارس مشكورا بطبيعة الحال. الآن نمر لواحد الشهادة تقديرية للإعلام والمنبر ديال كزنايا ميديا والأخ نجيم السبع سيسلم له الشهادة المعاش خواخي. أري المعاش. الفنان ديالنا والصحفي السي نجيم السبع الغني على التعريف حفظه الله ورعاه استطاع يحضر معنا لا في تيزي وسلي لا في ازرق الشهر لا في هنايا في تيزي ودرهم. يستحق كل التحيه والتقدير والاحترام والشكر على المجهودات الجباره كيقرب لنا البعيد والقريب وديما كيغير على المنطقه يحب المنطقه وابنائها حفظه الله ورعاه بارك الله في ولايته. كانت ابنته الصغيره هي المشاركه الصغيره في قمه ازرق الشهر اليوم ازرق الشهر اليوم كانت مفاجاه رائعه حفظها الله ورعاها وبارك الله في ذريته جميعا وابنائنا وذريه المسلمين اجمعين. سي حسن الزكريتا شيخ حضور بين تحيه شقق كان غاكي شاي سي حسن اسمي شقق دا سي ابراهيم فارس قاقيت فاقد سي يعني المكان ديالك كبير السي حسن السي محمد حفظك الله ورعاك اسماعيل مرحبا اخوتي ايوان تذكر موالي لابراهيم فارس احد اعضاء الناشطين لجمعيه فوسا قفوس ابراهيم وسيسلم له الشهاده عبد الجلال القراد مرحبا السي ابراهيم السي ابراهيم السي ابراهيم فارس الرجل الطيب قبل ما تيابت سي عبد الجلال بغيت نقول واحد الحق واحد الشهاده في حقه ففي الحقيقه سي عبد الجلال القراري يستحق اكثر من تكريم لان ملي كتكون كره القدم في تيزي وسلي ولا الرياضه في تيزي وسلي يتبادر للذهن ديالك عبد الجلال القراري وما يمكنش شي واحد من هاد الاجيال ولا كيعلم بانه غادي يشوف واحد الدكتور وشكرا لكل ما قدمته في تيزي وسلي في الرياضه. قديم دي هاي عمل وهي لا إجنا باري إذن شهر شكا سي محمد الفردي زي الإذاعة تمازيخ يوسين نهارا هذه غطاء الأحداث يعني ملتقيات تلك عند الزنايا ونهار بالخصوص يسبق ديسيم مدان باش غادي يحضر الملتقى ديك الجمعيه نفوس الوفوس فرحه بزايز هذه نسل الجوابات هذه يجمع الابتسامات غادي يسقط الندوات غادي يسقط الافكار غادي يجمع ان شاء الله باش تصيب هذا أستي نشر الإذاعة دي قناة الإذاعة تمازيغ باش الصمت النار راني مازيغ منا خميني توقيع بزناين ونتقي فاح يعني عجباس الحال الناش ما يندم ديك زناين يعني ديش حاجة ضم قران يعني خاصة الناش واخا أسبوع زمانين أقل تخدم يعني بدون كلام ولا ملال ونشكاق الحضور ناس نرحب زايز وشكرا للجميع السلام.